السؤال ده ايه يا برنا الحلاوه دي؟ ممكن اروح ربنا يحفظك يا عم خليك جنبنا بس. قالوا لي عندنا برنامج اسمه المينا. يا سلام. كنت نايم وفجاه غز اتصل. اتصل. رحت فاتح عيني وكلت بصل. ده اي كلام؟ في حاجة يا غز؟ قال لي تعالى دلوقتي عايزك في القناة. بس اول الليل. الله. وكنت جنب غزي. كنت جنب غزي انا. وهو بيكلمك في التليفون يا هاني. الله. الحقيقة. الحقيقة اني ما اتصلتش بيه. الحقيقة اني ما اتصلتش بيه والراجل ده بيقول اي كلام. وهو فعلا ما اتصلش بيه. انما كالبصل. واحنا قلنا له احنا قلنا له يا غزي بلاش تاكل بصل. دي ناس ضيوف عندنا. قال هو احنا بيهمنا. او ده كمان بيقول اي كلام. ما دي استنى. ايوه يا زكريا. كل ده. كل اللي شفته كل ده. لا لا لا. طلع حلم. طلع حلم. طلع حلم يا حبيبي. كله عشان ما كانش متغطي كويس. انا ولا رحت مكاني. قول. وانا هكدب ليه يا ابراهيم عليك؟ مش عادري. مش قادر. مش عارف. هكدب ليه يا ابراهيم عليك؟ يعني انتوا جايين من السعودية عشان اكدب عليك؟ على فكرة انا عارف ايش تغديت اليوم. ايه؟ المنيو طالع مع ده رمان.